السلام عليكم. نتمنى السلامة للشعب الباكستاني الشقيق جراء الأمطار الموسمية والفيضانات اللي ضربت إقليم السند والعديد من الأقاليم الباكستانية. وصار من الحكي أنه تقريبا 900 شخص فقدوا حياتهم والملايين فقدوا بيوتهم. نتمنى أنه المجتمع الدولي يكون ردة فعله إيجابية لإنقاذ الشعب الباكستاني من هذه الكارثة، وأنهم ينتبهوا لخطر المياه الراكدة، لأن المياه الراكدة راح تكون منبع ومستنقع للعديد من الأمراض اللي قد تنتقل نتيجة ركود المياه. حمى الله الباكستان وحمى الله جميع الشعوب المسلمة وجميع الشعوب في الكرة الأرضية من الكوارث اللي بتضربها الطبيعة. والآن هذه الإعصارات والأمطار الموسمية بهاي الشدة صارت جراء شدة ظاهرة الاحتباس الحراري. نتمنى أنه الله يحمي الباكستانيين ويحمي جميع البشرية. وكمان باكستان ضربها فيضان عام 2010 كان بنفس هذه الحدة. نتمنى أنه الله يرفق بالباكستانيين.